هنبدأ مع نتائج مباريات النهاردة، ومنتخب تونس خسر أمام أستراليا بهدف دون رد، وخسرت السعودية أمام بولندا بهدفين مقابل لا شيء، وتأهلت فرنسا لدور الـ16 وده بعد فوزها بصعوبة على الدنمارك بهدفين مقابل هدف. أخيرا سجل ميسي هدف في فوز الأرجنتين الثمين على المكسيك بهدفين دون رد في لقائها على استاد لوسيل. وفي ماتشات بكرة هتبدأ مع مواجهة اليابان وكوستاريكا، وده في المجموعة الخامسة على استاد أحمد بن علي، والساعة 3 عصرا هتلعب المغرب مع بلجيكا في مواجهة قوية جدا في المجموعة السادسة على استاد الثمامة. ثالث المباريات بكرة هتجمع ما بين كرواتيا وكندا على استاد خليفة الدولي الساعة 6 مساء. آخر بقى المباريات هتكون أقوى المباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات، واللي بينتظرها عشاق الكورة هي قمة مشتعلة. القمة دي بين منتخب ألمانيا الجريح ومنتخب إسبانيا، واللي هتبدأ الساعة 9 مساء في استاد البيت في المجموعة الخامسة.